يعيد الأكروبوليس إلى أذهان اليونانيين تاريخاً كانوا فيه سادة في أوروبا، وكانت علاقاتهم بمختلف دول القارة العجوز أكثر متانة وقوة. وبينما تتحرك الحكومة اليونانية بشكل نشط على الساحة الأوروبية للحصول على دعمها في مواجهة تركيا، يرى اليونانيون أن الحليف الأوروبي خذل بلادهم أمام تركيا. أوروبا لا تساعد اليونان بل تقتلها، إنهم يهتمون بمصالحهم التجارية فقط. كل دولة لها مصالحها الخاصة، ويجب ألا ننتظر من أحد مساعدتنا بل أن نساعد أنفسنا. ألمانيا لديها علاقات تجارية مع تركيا ولا تستطيع فرض عقوبات عليها. لكن أصواتا عديدة وسط اليونانيين تطالب الحكومة بتحرك أكثر حسما، معتمدة على نفسها ودون انتظار للمواقف الأوروبية. نريد حلولا دائمة، نريد من المسؤولين مناقشة الأمر وإيجاد حلول طويلة المدى، فلا نجد أنفسنا كل عامين نواجه نفس الأزمة ونقترب من المواجهة العسكرية. الحرب قد تنشب بسبب استمرار الأعمال الاستفزازية في البحر المتوسط. إذا خطت تركيا هذه الخطوة الكبيرة واستفزت اليونان أو حدث استفزاز من قبلنا، فقد تقع المواجهة. وتكشف هذه المواقف عن قلة ثقة اليونانيين في أوروبا ودعمها لهم، وعن تضاؤل آمالهم من القمم الأوروبية المرتقبة خلال الفترة المقبلة. هنا في أثينا تلتهب الأجواء السياسية أكثر فأكثر، وبينما تحذر الحكومة من استهداف تركي للاتحاد الأوروبي كله، يعتبر المواطنون أن إنهاء هذه الأزمة لن يتحقق إلا بموقف حاسم يردع الأطماع التركية. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، أثينا.